باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. عبادة قلب يسوع، المفاوضة 28 في غذاء الحبيبة. الحبيب: قد أحسنت يا حبيبتي في الأمس ختام مفاوضتك، وسمعتك تتلفظين بكلام داود عبدي مقتدية بثقته الوثيقة بي، لأن لا حياة لك إلا بي، ولا خلاص لك من شرورك إلا بي أنا، مزكي الخطأ ومقدس النفوس. قد اعترفت لي في الأمس بأنك فساد وضعف، وحقا هذا أنت بذاتك، ولكني قد أعددت لك غذاء سماويا يصلح فسادك ويحول ضعف قوتي ونجاستك قداسة، بل يحولك إلي ويجعلك معي روحا واحدا، فتحيين إذ ذاك لا حياتك الأولى الشبيهة بحياة الأجساد الأرضية البالية، بل حياتي أنا إلهك. النفس: لا شك في كلامك يا يسوع حبيبي، وسمعت بولس صفيك يؤيد لي بقوله: أنا حي ولست أنا، بل المسيح يحيا فيا. غلاطية 2:20. وسمعته يقول أيضا: وإنما حياتي هي المسيح، وأعلمني هو بنفسه بأنه كان في أول أمر يناصب بيعتك ويضطهدها، فكيف تحول هذا الذئب إلى حمل وديع ورسول غيور؟ فحولني يا إلهي، حولني مثله، إلى خلاف ما أنا، إني لا أريد الشر الذي في، فانزعه عني واعطني بدلا منه الخير الذي تريده أنت. الحبيب: قد أعلمك رسولي بولس نفسه بأنه صار ما هو عليه بنعمتي، وبهذه النعمة عينها تتحولين أنت كذلك إلى خليقة جديدة، وتخلعين عنك ثياب خزيك وعارك، وتلبسين حلتي التي أعددتها لك بموتي على الصليب لأجلك، وأريد الآن أن أقدمها إليك لأشبهك بي، وأحولك إلى جوهر النفس بسر ثاني أكون لك فيه قوتا وغذاء. إنك كريمة جدا في عيني، ويمكنك أن تتحققي ذلك من الغذاء السماوي الذي أعددته لك، وهو جسدي ودمي الأقدسان. فما عسى أن تكون منزلة النفس التي يغذوها جوهر الإله. لا شك أن الخطيئة قد سؤدتك وحقرتك، ولكنك لا تزالين خليلتي وحبيبتي، ولذا أطلب المجيء إليك لأبيضك وأعيد إليك عزك وجمالك، وأخرج من ردمك الكنوز الثمينة المختفية فيك، كما تؤيد لك ذلك أعمال قديسية الذين قدستهم وحولت شرورهم إلى فضائل. النفس: يا يسوع حبيبي، ليس لي لسان يحسن إداء الشكر لك على عظيم مراحمك لي وجزيل رأفتك بي، إنك وسعت لي فناء صدرك، وعوضا من أن ترذلني من أجل شروري ومآثمي الكثيرة والعظيمة، تجسدت لأجلي ومت على الصليب لتخلصني، وسكنت بجواري في هذا البيت الصغير، بيت القربان الأقدس،
لتؤيد لي محبتك وتغذيني بجسدك الطاهر وتشربني دمك الكريم فتصلح فسادي وتقوم عوجي. فيا للعجب يا للعجب. الحبيب: اعلمي يا حبيبتي إنك لا يمكنك أن تعيشي بلا إياي، فلا شيء يفيدك في هذا العالم غير أنا رب الكل، ولا شيء يفرحك غير أنا بهجة الأرواح السماوية، ولا شيء يرضيك غيري أنا الذي خلقتك لأجلي وافتديتك ليوم عرسي وهو يوم آتي إليك، وأسكن فيك وأتحد بك لأشركك في حياتي وقداستي. قد قلت لك في إنجيلي والآن أيضا أقول لك: أنا هو القيامة والحياة، يوحنا 11:25. غير أن الحياة لا تكون بدون غذاء، كما أن الجسد لا يعيش بدون طعام، فجسدك مادي، ولذا جعلت طعامه غلات الأرض، أما نفسك فهي روح مخلوقة على صورتي ومثالي، فطعامها يكون طعامي بنفسي، وغذاؤها يكون غذائي بعيني، أي لاهوتي وناسوتي بجملتهما. النفس: يا رب، سمعت في إنجيلك الطاهر أحد المتكئين يقول: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله، لوقا 14:15. فلا شك أنه يتكلم عن الخبز السماوي أو خبز القربان الأقدس الذي أعددته لمختاريك في ملكوتك على الأرض، وهو كنيستك المقدسة. الحبيب: لقد أصبت في تأويلك هذه الآية، فإنها قيلت لك وعنك، فأنت هي الطوباوية التي دعوتك واخترتك لتأكلي خبزا حولته بقدرتي إلى جسدي الأقدس، وتسكري من خمرتي حولتها بكلمتي إلى دمي الكريم. وهذا التحويل يفهمك ما أريده بجعل جسدي ودمي الأقدسين غذاء لك، فإني أريد بواسطة هذا الغذاء الإلهي أن أحولك أنت كذلك من حالتك الطبيعية إلى حالة فائقة الطبيعة، وأنقلك من حب الأرضيات إلى حب السماويات، ومن بغضة القريب إلى محبته، ومن محبتك لذاتك إلى احتقارها وبغضتها. النفس: اسرع يا رب وكمل في إرادتك هذه المقدسة، لأن حالتي التائسة تشقى علي كما تشقى عليك، وأريد التخلص من شروري ورذائلي حبا لك واجتنابا لإهانتك. الحبيب: إني عالم بحالتك هذه وهي تحزنني، ولذا أريد أن أخلصك منها، فتركت لك في هيكلي سرا يقربك مني ويعودك إلي، لأن سبب جميع خطاياك وشرورك هو ابتعادك عني، ومتى عدت إلي عادت إليك نعمة سري ذاك، وما هي إلا حياتي بنفسها. ولهذا أعلمتك في إنجيلي قائلا لك: أنا هو خبز الحياة، من يأكل من هذا الخبز يحيي إلى الأبد. وتلوت كلامي قائلا: والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أعطيه من أجل حياة العالم. وكذلك أكدت لك قائلا: إن لم تأكلي جسدي وتشربي دمي فليست لك حياة فيك، يوحنا 6:48-54.
النفس. يا رب، ما هذا الكلام ومن يستطيع أن يستوعبه؟ إن كلامك روح تفوح منه رائحة حياة كرائحة الحقل الذي باركته تكوين 27-27. فلا يفهم غير الإنسان الروحي المجرد. أما الإنسان الحيواني والشهواني الذي ليس فيه روحك فيعده جهالة وهذيانا ولا يستطيع أن يعرفه ويفهمه. 1 قرنثية 2:14. ولذا كثيرون من تلاميذك لما سمعوه أول مرة رجعوا إلى ورائهم وأبوا أن يمشوا معك أيضا. ولكني أنا لست أريد أن أماثلهم في فعلهم هذا، لأني أريد أن أحيا، ولا حياة لي بدونك. فكلامك حق وحاجتي إليك وقراري فيك هما أستطع برهان لدي على صدق قولك. فأعطني ذاتك يا إلهي وحسبي، أجلسني إلى مائدتك واجعل في الاستعداد الذي ترومه ليتناولك فأحيا. الحبيب، إن الجسدانيين ليس لهم نصيب في ملكوتي. 1 قرنثية 6:10. لذا تريني رذلت ابنة صهيون القديمة لأنها فضلت الأرضيات على السماويات، وقدمت محبة البعليم على محبتي، وأضحت بمحبتها هذه النجسة مادية جسدية لا تليق بسرير الذي هو الصليب. وقد اخترتك أنت بدلا منها لتكوني عروسي في العدل والحكم وفي العفاف والتجرد من كل شيء. فاقتربي إذن يا حبيبتي، اقتربي مني، فإني لأجلك جعلت جسدي مأكلا حقا ودمي مشربا حقا، مع علمي بكثرة الإهانات التي تلحقني من جراء ذلك. ولكني أتحمل جميع هذه الإهانات من أجلك، لأني أفضل حياتك على كرامتي. إني لو كنت عارفا أن في قدرتي واسطة أخرى لأشركك في حياتي وأصلح فسادك وأشفي أمراضك لكنت اتخذتها، ولكن جوهرك لا يغذي غيري وقلبك لا يريحه غيري. ولذا تحملت كل شيء لأكون لك غذاء في برية هذا العالم. إن آباك أكلوا المن في البرية، ولكن المن طعام الأرض يغذي الجسد دون النفس، ولذا ماتوا وبال ذكرهم. أما أنت فحظك أفضل جدا من حظهم، لأني أعددت لك لا منا فانيا بل قوتا سماويا لك تأكلي منه، فلن تموتي وأنبلي جسدك في القبر. يوحنا 6:5. النفس. يا رب، ما أعظم صلاحك، ما أعظم جودك، ما أشد حبك لي، وأنا لا أستحق نظرك إلي لكثرة شروري ومآثمي التي جعلتني أحقر خلائقك طرا لأني عصيتك، وأنت ربي وإلهي وخليلي وحياتي. الحبيب، لا تذكري يا حبيبتي ما فات، ولا تعودي إلى ما نسيت حين توبتك إلي. قد قلت لك مرارا عديدة إني أتيت لأخلصك من شرورك وأغفر لك مآثمك وأثبتك فيا لكي لا تعودي إلى خطاياك الأولى. فأوجدت لك سرا يغذيك فيقوم كل عوج فيك ويقيك الخطايا العرضية والمميتة بنصرك على جميع أعداء خلاصك
ويكون لك عربون المجد الأبدي. فيرى الأمم برك وجميع الملوك شرفك، وتسمينا باسم جديد ينطق به فمي، وتكونين إكليل المجد في يدي وتاج الملك في كفي. لا تسمينا بعد مهجورة، بل تسمينا مسرتي بك، من أجل أني ارتضيت بك، وكما يفرح العروس بعروستي أفرح بك أنا إلهك. إشعياء 62 2 إلى 5. النفس. يا للسر العظيم، يا للمفاعيل العجيبة، يا لقوة نعمتك التي تنزع من الإنسان شروره وتصلح فساده وتجمله بحلي الفضائل والقداسة. ولكن دعني أسألك يا يسوع حبيبي عن أمر يحيرني، وهو لماذا أتناولك ولا أشعر في باطني بالمفاعيل العجيبة التي ذكرتها لي؟ أليست مفاعيل سرك ونعمتك واحدة في جميع النفوس؟ فلماذا نفوسي تناولك فتتقدس، ونفوس تناولك ولا تزال باقية على ما هي؟ الحبيب. حسنا، سألتني هذا السؤال ليكون جوابي لك منهاجا تجرين علي في استعدادك لقبوله. وشكرا على نعمتي، إني لا أطلب منك أن تكوني قديسة أولا لتتناوليني، بل أريد أن تكوني نادمة على خطاياك ومغسولة منها بنعمة سر التوبة. إن القداسة هي ثمرة تناولاتك لا مقدمتها. ومن اقترب من مائدتي معجبا بذاته أو معتقدا أنه صالح، كانت تناولاته بدون ثمرة، فاقتربي أنت مني كالفريسي المتكبر، بل كالعشار المتواضع. لا تشغلي فكرك في هيكلي بخليقة من الخلائق أو بأمر من أمور الدنيا، لأن كل فكر ما عداي أنا باطل، لا يريحك ولا يوليك فائدة. كثيرون يقتربون من مائدتي بدون أن يفتكروا في وفي محبتي وتمجيدي، فهؤلاء يتناولوني ولكنهم لا يتناولون نعمتي ولا يشتركون في حياتي، ويكونون في كالغصن اليابس. فتناوليني أنت كثيرا، ولكن أحسني تناولاتك بعد مجيئي إليك. البسي عند قدمي نظير مريم آمتي، واسمعي صوتي، واسأليني بإيمان وثقة أن أصنع لك ما أريده وكما أريده، فتكون إذ ذاك تناولاتك للحياة لا للموت. النفس. يا يسوع حبيبي، حقا إن محبتك لي تجل عن الوصف والإدراك، وهي غبطتي وسلامي وحياتي. لأجلها خلقتني، ولأجلها افتديتني، ولأجلها أعطيتني جسدك ودمك الأقدسين قوتا لي، يؤجج نيرانها في قلبي فيريح من أثقال الحب النجس، ويطهره من كل وصمة تحول دون اتحاد العجيب بي وثباتي الدائم فيك. فارتضي يا رب أن تحقق في جميع مقاصدك الإلهية، لأنك على كل شيء قدير، وليس عندك أمر أبرع غير آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دار الدارين، آمين.
إله الخير سيد الرؤوف يا من قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك اقبل منا صلاتنا اقبل منا صلاتنا واجعل منها للخطأة غفرانا كثري القلوب رجاء للحزان عزاء للمرضى شفاء للموتى راحة ربي